هذا وغادر معالي السيد مهدي جمعة رئيس الوزراء بجمهورية تونس الشقيقة البلاد مساء اليوم بعد زيارة رسمية إلى مملكة البحرين. وقد كان في وداعه في مطار البحرين الدولي معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف وعدد من الوزراء والمسؤولين ومحافظ محافظة المحرق وسفير جمهورية تونس لدى المملكة.